أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور عادل مالالله قبول جميع الطلبة المتقدمين للفصل الدراسي الثاني من الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول. وقال الدكتور مالالله أن عدد المقبولين بلغ 2135 طالبا وطالبة موزعين ما بين 713 طالبا وطالبة تأجل قبولهم للفصل الثاني، والذين سبق إعلان أسمائهم مع نتائج قبول الفصل الأول الماضي و1422 طالبا وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول. وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج قبول الطلبة غير الكويتيين من الفئات المقرر قبولها قبل نهاية الأسبوع الحالي، كما سيتم البت في قبول سائر طلبات الطلبة المحولين لاحقاً.